السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. السلام عليكم. أهلا خالي محمد. هذه من حافي. سبحان الله. مرحبا. هذه من حافي وأنا شريت تهلاو فيه، تهلاو في الجالية. احنا مع الجالية تحنا. إيوا. تنوريهم الخيرات. جميع المشاهدين قناة زيتون المرجان. الناس باردين. مرحبا مرحبا. مرحبا بالحباب تون. حنا في الاثنين بن احمد اللي ما عرفهاش كاينه في المملكه المغربيه والخيرات، تنوريو الجاليه المغربيه والناس مالين المدن الكبرى بالمملكه المغربيه وكل مشاهد قناه زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. ايانا ترجعنا بنات ولاد اليوم 6 في شهر 3 2023. الخيرات تنوريو الجميع المشاهدين. تبارك الله على معيط ولا مين وعزوتينا اي مرحبا كل شيء مرحبا محمد ربح خونا. مرحبا مرحبا بجميعكم. مرحبا اي مناسبه راه كيديروا عندنا الناس السيسي ياك راجل تاتا راجل طابوح راجل درافات معيط هنايا في الاثنين بن احمد ولا في المرشي تاع تاع بن احمد. انا زيتون يا خويا لحمه كيدير ما عندي ما نقول. انا زيتون يا خويا كيدير لحمه تبارك الله. اسكو دير حاجه على السلام. ها اللحمه كيدايره تبارك الله. ها لا المليح لا كي لا المليح شوف ضربه محمد كيدايره. ايوا قول لي شوف تبارك الله على الحال مصطفى. ها اللحمه كيدايره. شحال هاد الخيرات اليوم؟ 75 درهم بس سالبيه الله يجعل الله. 75 درهم طايحه ب 80 يوم طايحه ب 80؟ وش ترى فيها تدخلها واحد؟ تنعم شعير الفول عادي تحل العم ان شاء الله خير. الله يجيتنا الغيت. الفول داير دابا 18000 والشعير داير 9000. شرا يمكن هود هود لا باقي 9000 ما هود فين غيهود الاخر باقي ما سبل حتى يسبل ان شاء الله خير. ان شاء الله خير كاين خير كاين ولكن الغلاء. سمعت الراجل واش قال لك كاين الخير ان شاء الله. الخير ما يخطاش ولكن الغلاء وعير. الله يحسن العون الجميع. امين ربي يصوم من عنده ان شاء الله. امين ربي يصوم من عنده ان شاء الله. كي تشوف واحد محمد معيط هنايا وعجل البلدي انا البلدي الشارو البلدي. كيفاش قلت يا يوسف؟ نمرة خمسة. في المارش المحطة الطرقية نمرة خمسة. نمرة خمسة. نمرة خمسة ومرحبا بالمشاهدين. يا كلامين. وعزوت سينا لي درافات راجل مخير من قديم تنعرفوه من سنين. وسيبوا عندنا ديالنا. وانت معيط درافات راجل مخير. عندك الفلوس خود ما عندكش خود. عندكش خود. مليحة. والعزل. كنعرفو انا من كان صغير. من كان يخدم غير تقالية ولحم من راسه. درك ولا يخدم اللحم. عرفت كل شيء عنده عرفت. عرفت عرفت وانا اش. زيتوني خويا هات. تبارك الله. حاجة مليحة ممتازة. الله يسهل عليك اودي سي محمد. والله ما تعود عند محمد معيط هنايا. محمد انا مشيت. محمد راه معروف راه معروف راه معروف انا كنجيب له ليه هذا حول ولي كيجيب قول له انا خويا زيتوني تستاهل. ها او راه عطينا الفول والشعيره ياك ارويتو اوليدي صوت القادمه على وجه المؤمنين اللي كيتقوا الله يا ربي. ها هي لون صح جوج هكا يا ما عندش فلوس انا عرفت محمد معيط راه راجل مخير هنا في الاثنين بن احمد او في الحانوت رقم 5 كيكون مع لامين اللي ما عرفكش يعيط لك ولا مين تا هو. هذا حمزه ود مصطفى ود رحال هذا الخيرات تا عندهم الحوانت في بحمد
في المرشي او الشارع تاع السوق. عليك عند محمد تعال لنا هذاك هو مصطفى وترحان. وي وشحال سي حمزه الخيرات؟ خليك 6000 75 باقا 75 هنا كانت حيت زعموني زوني لا حيت تزادت حيت تزادت هادشي اللي تبانو تتفقوا سي حمزه ياك تزاد ياك تزاد هاك السيمانه بحنا ب 80 ياك بعتي ب 80 انت كما 75 واني لا شحمله والو فرخ زين جل زين التمر عندهم الحوانت في الشارع تاع السوق او في المرشي تاع محطه الطرقيه السوق البلدي تقريبا. خمسة وسبعين هي اللي كاينه ياك اخويا. 75 كما تشوفوا راجل معروفين هنايا القبيل. خمسة وسبعين باش تبيع انت في الحوانت تبيعو ب 75 انت في الحوانت تبيعو ب 75 هذيك السيمانه كان رخيص بزاف. كان السوق غالي بزاف. حتى دابا راه بحال بدا. دابا راه غالي ولكن كاين فاش تقلع وكاين ما تشري. ها تشري بعد هذا ولا بعد هذا. فعلا تكون السلعه قليله تقدر صاحبك ما تقدرش تفاوت عليه لا تخاف لا شي واحد يدي تزيد يدي. هذا اللي كاين. هما دروك تقلب هذا وهذا وهذا. كاين. خذ من بغيتي. هذا اللي كاين. الله يسهل سي حمزه. أما نحمد خويا بارك. السلعة غالية سيدي تونس. السلعة غالية. هاكشي اليوم شحال هذا؟ السوق مشور هنايا السوق. باقي الصباح دابا يلاه الصباح. باقي الصباح كما قال السي أحمد راه راجل درافات. وشحال باش تبيعوا اليوم؟ 15 75 درهم. 75 درهم. هذا صايدي حارق كما تشوفوا الخيرات اللحمة حمراء وزينة تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرشد. تقوا عندو الحانوت في الشارع تاع السوق الظرافات راه كيلو ميزين ها تزاولات شباني هذا شبان ولا شبان معلمي القاعده خايبه تا هما تنحيو جميع المشاهدين قناه زيتون مرجان. شحال السي مصطفى اليوم؟ 75 حنا شارينو ب 80 انتوما شارينو ب 80 نبيعو ب 75 جوج الناس انا خويا الريشه على البلدي ها اللحمه حمراء وزينه ما نزيدوش الهد. اقول لك يا سي مصطفى هادشي غالي على الجزائر الحبوب. اقول لك نعم كل حانوت كي هنا 75 درهم كل حانوت كي هنا تيقول لنا سعيدي حار مصطفى سعيدي حار باش معروف هنايا حتى تيطحل الجناوي والمقاد العيد الكبير قريب ليكم انتم الشعب الطالب ولي كبير الله والسلامه اخويا واحد السيدي تبغى شي مقاد ولا شي بغا؟ اه يبغى مقاد موجودين كلشي موجود الجناوي موجودين. طيح المهم انت تعطيني النمره. النمره سيدي ما بغاش هذيك النمره. ياك مولاهم. اي كنت عندو على البارح. هذا هو اللي واحد السيدي بغيتي شي حاجه جي لعندي تسلي حجاج ومرحبا بك. باش يسمع حتى هو هذا. اه ملي تجي مرحبا بك. هذا الرجل بغيت المليح بغيت القبيح اللي بغيتيه موجود. يا كان الحاج عبد السلام. الحاج عبد السلام تنعرفوه من كان ماشي فاش باقي صغير. من 60 عام هذه. 60 عام هذه. 66 الحاج عبد السلام. لا ما متورخش. ما متورخش. تكون عندك 60 60 62 عام. انا هكاك. 62 هذا الشيء اللي كاين. اييه وشحال هاد القريه كي السلعه عندو الطالب شتيها؟ آه الزيت ولا الشعر عم الحاج ولا مشيش؟ ياك هذا هو عم الحاج. ياك اش يدير هذا عم الحاج؟ عم الحاج كما قلنا جناوي. ايوا هذا تاع كوك الزر في هنا في بن حمد في الحوانت في المرشي تاع بن حمد. هذا ابو شعب الطالب. السلعه مليحه. السلعه مليحه. عدو الطالب. ضرب الطالب. ياك. شعيب. واسي مش عارف فرا مال بني ربعة فوالات ما بتشوفوش. وبشحال غادي تبيع؟ هذا راه ب 55. ايه والله ما خصك بها خساره. وبشحال غادي تبيع تقالي اليوم؟ هذه زمزمي خويا من مليون و40. وبشحال غادي خدم من راسو؟ خدم من راسو؟ راسو كيخدم من راسو. والشاق ولا خدام من راسو؟ بوحدو.
بشحال اليوم التقاليه؟ التقاليه 600 مخلطه. خلطه. واللي بغا وحده؟ واللي بغا وحده ما تسلمش 1000 ريال. قول لي 1000. لا يقول لي راه هو معلم ضروري شويه شويه تا تحط الهاجيه دير بها 1000 ريال وحده تحطها للدراري قمسوه اللهم تابع معاه شويه. اي ديالي انا وشي ديالي انا وبعته ما خدمتوش. وكل جاوب شحال بعتي الكبده؟ بعت بها 2400 جمله. 2400 جمله. كنسقطوا بها 2600. ب 2600 والشي مخلط شحال؟ على 200 ريال. الشي مخلط؟ الشي مخلط 16. وهاد الحم الراس بشحال غتبيعي؟ 1000 ريال. مخلط؟ مخلط. واش نسلكوا ولا ما نسلكوا؟ الكلام. واللي بغى وحده؟ لا وحده ما يسلكش. هذا كيما كان راه تبقى معلم ماشي ساهل.